هل يسمح لنا الدكتور ب 3 فصائل اخرى ولا حضرتك تعالى؟ طبعا نسمع نص الدكتور وخادمكم اعلن ذاك غير مره. هم في الملفات ولا ايه؟ في الملفات طبعا. بس احنا دايما بن يعني ايه بنفضل الشعراء الاخرين على شعراء الواحه. فعشان بس احنا كنا عايزين نقطع حقوق من انشد في التعليق السريع وبعدين الثلاثه. اتفضل خلاص اتفضل اتفضل. وانت عارف إذا أمر الشيخ الأستاذ خالد وحدث هذا. أنا بس شجعتني الدكتورة عبير وطلب، لكن والله أنا لا أريد أن أنشئ. اتفضل يا استاذ درويش. وهيبقى بقى عندنا ثلاثه. هو في الاول فين هنا يا الملف بتاع الدكتور؟ استاذ درويش. قبل انتباه الفجر الاستاذ ايهاب فاروق لا يزال موجودا؟ أتحفني وأسعدني، وأنا عايز أقول حاجة الأول. أنا عارف إحنا بنستقل ما نصنع. شعراء الذين أنشدوا اليوم منهم كأحمد محرم وعلي النجدي ناصف وعزيز أباظة ومن كانوا حول شوقي. إحنا مش حاسين بالموهبة الموجودة اللي معانا. الموهبة الموجودة اللي معانا نصب نقاد التفعيلة وقصيدة النثر تذهب كثيرا من حقوقهم علينا. ولو انتظر نقاد مخلصون، لا أمنع ما يقولون، لو انتظر نقاد مخلصون لتشجيع الشعر الخليلي لأنتج. احنا لسنا الشعراء اللي معنا درر وكنوز وصورهم. أنا لا أجامل، أنا بتكلم على وجه العموم الآن. يعني آن لأبي حنيفة أن يمد إيه؟ رجلة. لما واحد سأله قال له طب لو الشمس ما غربتش؟ يعني إذا لم تكن متمكنا من النحو ومن العروض فقد آن لأبي حنيفة أن يمد رجلة. مين خد علينا سقطة واحدة في اللغة أو في الوزن؟ ولا عوائق. ولا واحد مننا سقط اليوم ولا سقطة. حتى السقطة التي انتهزها الدكتور صابر رددنا عليه بها. احنا معانا كنوز فعلا. الشاعر في شاعر اتكلم في المديح هادئ جدا وبيقول حكم ومواعظ، ولكن والله لو قرأت قصيدته مع نفس، لو قرأت قصيدته مع نفسك لعلمت انه شاعر كبير جدا. ربما كان كشوقي الإنشاد عنده ليس إيه؟ لا يزيد من قدر القصيدة. شاعر في غاية الروعة. الشاعر سعادة الأستاذ اسمه إيه؟ اللي جنبك يا دكتور عبير. محمد المتولي مسلم. محمد المتولي مسلم كعادته، إلا أنه كان اليوم شقيا معاكسا. وأراد أن يخرج عن وقاره بعض الشيء ويعطي لقصيدته بعض الطرافة فأبدع. الشاعر الذي تحدث عن الشعراوي وأخوه شاعران بلا ريب. الشاعر محمد المتولي. قصيدة لغة الكتاب أحمد جد لم يأتي ومن لغات لم تأتي. هل إيه؟ إبراهيم بداوي شاعر يشار له بالبنان وشاعر متمكن أمكن. إبراهيم علواني. مين ده لسه جه ولا ما جاش؟ مسافر. أنا بصراحة النهارده بقول الواحة لا لا لا، أصل أنا أقول لك حاجة. بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما اتسع. ويوم دخلت على الفتاة الخضرة باليوم المطير، ويوم دخلت الخضرة خضرة أنيزة قالت لك الويلات عندك مجري، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما، أين الصور والخيال هنا؟ يقول أبو العلاء إن من الحقيقة ما يفوق الخيال. إيه هم صدروا لنا إيه؟ إن من أحمد عبد الوهاب الحجازي غفر الله له ومن شايعه التقريرية والمباشرة وكل ده والخطابية، والله العظيم ضحكوا علينا به. الشعر ما يصل إلى القلب. أشهد الله أني استمعت الآن
أو أن جل ما استمعت له اليوم لا يصدر إلا عن شعراء أجزاز متمكنين. وهذه شهادة للتاريخ. أنت طبعا أسعدتني وروضتني وشرفتني. الله لا أنا بتكلم على إن الحركة النقدية حركة عوراء عرجاء تكاد تكون عمياء. ما هو النقد مش يعني حتى لو نقدنا حتى لو خدنا لقطة بسيطة أو كده ليه لا يتوفى. أنا معترض يا أستاذ خالد على العدد المهول. لما لا نجعل في كل أمسية 10 شعراء ياخدوا حقوقهم وكل واحد يقول قصيدتين ويبدعوا؟ ليه ما نعملش ندوتين يا عم؟ ده لو انت لو المشكلة في الفلوس أنا هدعو الله أن يعطيك فلوس. هو اللي أقدر عليه. يعني أنا هجيلك من جنة مرتين في الشهر. تنورني. أجيلك جنة والمار. والقنا عذاب النار. شرفنا.